شدد معظم المتدخلين في ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية على ضرورة تعزيز اللحمة الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية لبناء دولة قانون مؤسسية تبنى بسواعد أبنائها، عبر المشاركون عن أملهم في أن تأخذ اللجان المشرفة على الحوار كافة توصياتهم بعين الاعتبار خلال صياغة الوثيقة النهائية. يتواصل النقاش في مختلف جلسات الحوار، وفي ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية خاصة، تميز برنامج اليوم بتعميق الحديث حول كافة المحاور التي أحيلت لهذه الورشة للبحث والنقاش. من خلال هذه النقاشات نتفق جميعا على أن دولة القانون ودولة المؤسسات على أنها يجب تكريسها بأنها يجد فيها الجميع ذاته. يبدو لي هذا الحوار نتج عن نتائج لا بأس بها، مشاورات بين الأحزاب السياسية بجميع النقاشات، وأهل عنه متقدم ولا بأس به. الناس جابرت كامل بروح رياضية، وكنا يقول اللي أرايو نساوي فيه، ما فهم حد مضغوط عليه، كل حد حر في رايو ومفتوح ومال الناس كامل. الحوار على أنه ما شاء الله بالنسبة لي تبارك الله متقدم إن شاء الله، والناس تبارك الله جابرت فيه وطرحت الآراء وأفكارها كاملة كلها انقبلت بعين الاعتبار، وراجية منها مخرجات وعنها إن شاء الله تعود صالح المجتمع الموريتاني وصالح الشعب الموريتاني. اليوم نحتسب على أنه لاعق 90% في النجاح إن شاء الله، وراجي عند مولانا على أنه ينجح، وراجي من الناس كاملة تتحد فيه لدولة نهاية المخوه المساء ديمقراطي. أجمل هذه المداخلات تلخص الجو العام الذي تجري فيه المداولات داخل جلسات الحوار. أما ما تناوله المتحاورون أو تقدموا به من مقترحات فإنه سيشكل نواة لوثيقة موحدة يتوقع أن تصدر في نهاية هذا الحوار الوطني الشامل، تتضمن أهم التوصيات التي سيخرج بها المشاركون. وعلى مستوى الورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية، يواصل المشاركون نقاش المواضيع المطروحة مع تقدم ملحوظ نحو الإجماع على أبرز القضايا. في جلسة اليوم تم تدارس مواضيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على الأحزاب السياسية. إشكالية الأحزاب السياسية وتمويلها والنسبية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 من أبرز القضايا التي ناقشها المشاركون اليوم في ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية في ظل شبه إجماع على العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. أهم النقاط التي تمت مناقشتها في ورشة الإشكاليات السياسية هي مسألة قانون النسبية، هي مسألة مؤسسة المعارضة، هي مسألة القانون الانتخابي، ومسألة المدونة الانتخابية. تم توافق على أساس أن اللجنة المستقلة للانتخابات هي لجنة توافقية سياسية حزبية، فيه إجماع شبه توافق عليه، بالتالي ما فيها إشكالات على الأقل لحد الساعة، ما فيها إشكالات. هذه الورشة المتعلقة بالإشكاليات السياسية والانتخابية عنها وداولت فيها 12 عنصر، معنا خلق تقريبا الوفاق على المسائل المهمة، في قضية لائحة للشباب، في قضية صون مكاسب الحوار 2011، وخلق أيضا وفاق على تذمين مؤسسة المعارضة، والناس متفاهمة وعلى العموم خلق اتفاق على المسائل المهمة. النقاط اللي خلق عليها خلاف تقريبا انتخابات برلمانية مبكرة، هاي هم أحزاب تختارت وعدل، فهم واحدة تختارت مشيتوا في المعموريات. مثال أيضا نسبية، فهم أحزاب تختار نسبية تعود مطلقة، وفهم أحزاب تختار تعود نسبية مقيدة ما هي مطلقة، ياك ما ينعاق في المستقبل عمل العمدة. ونقطة الثالثة فيها اختلاف أحزاب السياسية وحالة التشرم السياسي، هذه اللي كانت محل خلاف بين الأحزاب. شاركنا عنها عن جمعية مستقلة منتدى الفكر والأدب في هذه الورشة، كانت مجمل النقاشات بناءة، أعطيت بعض الآراء الجيدة الغاية في الطرح الوطني، كانت مختلف الجهات تعبر عن رأيها بحرية، والحمد لله لم نشهد إلا ما يمكن أن يوصلنا إلى نتائج ومخرجات جيدة.
مداخلات المشاركين ومقترحاتهم حول مختلف المحاور تتم متابعتها من قبل رئيس ومقرري الورشة وتسجيلها بكل أمانة ليتم نقلها إلى اللجنة المشرفة. دورنا اليوم هو نقل الآراء وإن كانت مختلفة في تقارير واضحة وبصدق وأمانة إلى لجنة الصياغة. هذا ويتواصل النقاش والبحث في هذه الورشة منذ انطلاقة الحوار الوطني الشامل، حوار يعتبره الجميع ضرورة شرعية ووسيلة مثلى لحل الإشكالات وتجاوز الخلافات من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للنهوض بهذا الوطن وتعزيز مكتسباته وتحقيق العدل الشامل الذي ينشده الجميع. وفي ورشة الإصلاحات الدستورية تواصل نقاش مختلف القضايا، قضايا النقاط المدرجة على جدول أعمال الورشة التي يشارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وتطلع المشاركون إلى الخروج بتوصيات تخدم الصالح العام وتستجيب لتطلعات كل الموريتانيين. ورشة الإصلاحات الدستورية في الحوار الوطني الشامل تواصل النقاش والتحليل لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف وضع مقترحات عملية لمختلف المحاور المتعلقة بهذه الإصلاحات. وأكد المتدخلون في هذه الورشة على ضرورة توظيف التنوع الثقافي والعرقي خدمة للتنمية والمحافظة على جميع المكتسبات الوطنية، مقدمين بخصوص هذه المواضيع شروحا مفصلة بمسؤولية وانفتاح وتقبل للرأي الآخر في مسعى من هؤلاء للتوصل إلى حلول مقنعة تساهم في بناء موريتانيا تنعم بالأمن والاستقرار. مستوى النقاش كان جيد، الكل تقريبا جاء بوضع أو طرح تلك الأمور التي جاء من أجلها، وليست هناك خطوط حمراء ولا عوارض ولا شيء. تقريبا النقاش كان محتدما وكان جيدا وكان بناء. الأحزاب تفهمت قضية الحوار وقضية بن موريتاني فوق كل اعتبار، وكلها بالنسبة له حاول بأنه يمتص غضب الآخر على أساس تبقى المصلحة العامة هي فوق كل اعتبار. ونقولوا بأنها قطعا بأنها كانت ورشة متميزة كيف الورشات، باقي الورشات فعلا هم اللي كانوا متميزين غير ورشة الدستور، كانت ورشة متميزة وذاك ما فهم حد مثلا يخفي عليه ذيك القضية، بما أنها ورشة فيها ياسر من القضايا تعم الموريتانيين وتخص السياسيين. جهود اللجنة المشرفة على هذه الورشة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة تهدف بشكل أساسي إلى صياغة المقترحات التي يقدمها المشاركون حول محاور النقاش وإنجاح المخرجات المنتظرة لهذا الحوار في الأيام القادمة. الإصلاحات الدستورية كان الحضور مميز وكانت الاقتراحات جيدة وكانت النقاشات ساخنة، وكان الحضور أيضا في هذه الورشة متميز من جميع الأطراف السياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة. ورشة الإصلاحات الدستورية جميع المتحاورين عادوا الحمد لله بالورى الأخيرة، عادوا عندهم نقاط كاملة شبه توافقية، والحضور كان حضور جيد من الطيف السياسي كامل المشارك. توقعات احنا راك في الورشات حنكمل العمل نقاط كاملة شبه محسومة والأمور كاملة شبه منتهية، فهم نقاط تم الحسم فيها والتوافق عليها. مستوى المشاركة كان مستوى جيد من جميع الطيف السياسي المشارك، كان حضور مكثف خاصة قاعد ورشة الإصلاحات الدستورية، كان حضور جيد من جميع الطيف السياسي، المعارضة والموالات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة. نرجو من هذا الحوار أن تكون له مخرجات، وأن نحن منذ 30 سبتمبر واليوم نحن في 18 أكتوبر، هذه الأيام الطوال وهذه النقاشات نرجو أن تكون مثمرة وأن تكون تطلعات الشعب الموريتاني لهذه الورشات أن تكون مسائل ملموسة. إصلاحات دستورية تم توزيعها إذن على شكل نقاط محددة ومشاورات مستمرة بشأنها بين المشاركين في قصر المؤتمرات. تختلف الآراء والأفكار المقدمة في جميع المداخلات، لكنها تجمع على أن المصلحة العليا للوطن وثوابته الأساسية تبقى محل إجماع وتقدير من طرف الجميع. وقد استأثر تطوير وتفعيل أداء الاقتصاد الوطني بجانب كبير من نقاشات المشاركين في ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية، وأكد البعض أهمية إنشاء مجالس جهوية للتنمية داعيا إلى جعلها تتناسب مع خصوصية الموارد الطبيعية لمختلف مناطق الوطن. خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الثاني من الحوار الوطني الشامل، واصل المشاركون بورشة الحكامة الاقتصادية والمالية الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية المشاركة في الحوار النقاشات المعمقة والأفكار البناءة حول السبل الكفيلة بالرفع من أداء الاقتصاد الوطني وتفعيل وعصرنة المنتوج المحلي.
كما تطرق المتدخلون إلى المشاكل والعراقيل المطروحة في هذا المجال داعين إلى حلها من خلال وضع الاستراتيجيات التنموية المستدامة. طرقت جميع جوانب الاقتصاد في الدولة الموريتانية، لكن منها يعني الصناعات الحديثة، وذاك يعني من الصناعات المستقرة التقليدية، وذاك يعني أيضا توزيع الثروات، وذاك يعني أيضا إبراز مثلا الحكامة في تسيير الاقتصاد الموريتاني. وظاهرين المتدخلين كانوا على المستوى، وأنهم ما بخلوا أنهم جميع الجوانب يأخذوا عليهم. نوقش فيه جميع الاختصاصات المتخصصة يعني في يعني الولايات، لأن كل ولاية لها خصوصياتها من ناحية الاقتصادية، حيث أن الولاية الشرقية لها مهتمة بتنمية الحيوانات ويراعى ذلك، وولاية الجنوبية لها مهتمة بالتنمية الزراعية، وولاية الشمالية مهتمة بصناعة تنمية صناعية. وهذه هذا الاقتصاد يعني يراعى يعني ينظر فيه. قدمت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات بدون شك ستساهم في مستقبل البلد في تقديم خارطة طريق لإصلاح مختلف السياسات الاقتصادية بصفة عامة، وبالتالي ستعود هناك مشاركة فعلية من مختلف الفاعلين في ورقة عملية لمختلف السياسات الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة في البلد بصفة عامة. هذه الورشة نوقشت فيها بعض المواضيع التي من شأنها أن تتقدم بهذا البلد نحو اقتصاد أفضل، فموضوع المناجم والصيد. المناجم أقول فيها أنه ينبغي أن تناقش المواثيق والعقود التي تبرم مع الجهات الأجنبية والشركات الأجنبية. ويؤمل من مخرجات ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وإرساء حكامة بيئية متوازنة تخدم مصلحة البلاد الاقتصادية وتسمو بها إلى آفاق أرحب وأوسع في هذا المجال. الدستور هو القانون الأعلى في أي بلد، حيث يحدد بين أمور أخرى القواعد الأساسية لنظام الحكم على شكل الحكومة، وينظم العلاقة بين السلط واختصاص كل منها. الشيخ المحمد عد ورقة تستعرض تاريخ الدساتير والإصلاحات الدستورية. الدستور هو اسم القوانين والمحدد للقواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم، والمنظم للعلاقة بين مختلف السلط في البلاد من حيث التشكل والاختصاص، وهو الضامن لحقوق وحريات الأفراد والجماعات. لكن مبدأ سمو الدستور في نظر العديد من المختصين لا يعني استحالة تعديله، لأنه وسيلة تعكس بتطبيقها تطلعات شعب معين في فترة معينة تلبية لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة. دساتير عقود اجتماعية بين مكونات المجتمع من أجل تنظيم وتسيير السلطة بصيغة الديمقراطية في ذلك المجتمع. نحن من أنفسنا عرفنا دساتير مختلفة، عندنا دستور ياسر منه إيجابي يغير حسب الزمن، ينبغي أن يتطور ويتغير، يتغير فيه. الاتجاه العام والسائد بين العديد من دول العالم هو الأخذ بمبدأ الدساتير المدونة لما تتسم به من مزايا تنضاف إلى عديد الأساليب التاريخية التي كانت وراء هذا النوع من الدساتير. بالنسبة للدساتير معروفة أهميتها، متوافق عليها الناس كاملة، أنها هي مرجعية الشعوب ومرجعية النص اللي نظم الدولة ويرجع له في كل شيء، وهو اللي تبتنى عليه الدولة. كلما كان الدستور جيد ومتكامل ومتوازن ومحفوظ ومحترم كان أساس لبناء الدول. ومن بين الأساليب التي أسست للدساتير المدونة أو المكتوبة الحركة الفكرية التي قادها العديد من المفكرين والفلاسفة في القرن 18، والتي أكدت على ضرورة تدوين القواعد المنظمة لأسس الحكم في الدولة. هذا